الفيديو هذه كان صورها من أبنزيل، واحد الفيلاج في سويسرا، واحد الفيلاج رائع جمال، من أجمل ما رأيت حدا زوريخ. والفيلاج هذا معروف بزاف، علاش؟ حيت أغلبية ديال الناس كيجيو هنايا باش من بعد يبداو لي غوندوني ديالهم. بزاف ديال لي غوندوني، كاين بزاف ديال الجبال دايرين بهذا الفيلاج هذا، وكاين بزاف ديال لي لاك، معروف بزاف، من أجمل ما شفت الصراحة في الفيلاج سويسرا. ولكن شنو الموضوع ديال الفيديو هذه؟ مؤخرا درت معايا واحد البنت من العائلة و صورتني، كان عندها اختيار خاصها دير جوج، تختار ما بين جوج ديال الشعب في المدرسه ديالها. دونك الكونتكست هي البنت هذه دايره لون سي جي، ولون سي جي في 4 اني بقيت عاقل، انه خاص الاختيار ما بين جوج ديال الشعب، الاوديت ولا الفينونس، انا بقيت عاقل. وعلاش صورتني انا؟ حتى انا ندزم ذاك الموقف، دونك انا درت لون سي جي، وحتى انا حتى انا درت هذا الاختيار هذا، الاوديت ولا الفينونس. والجواب اللي عطيتها هو الموضوع ديال الفيديو هادي. الجواب اللي قلت ليها قالت لي شنو نختار؟ قلت لها اختاري الشعبه اللي اختاروا صحاباتك. وهي باش كضحك اون فيت، بحال قلتي صحابه كنتفلى عليها، ولكن ما كنتفلاش عليها. هذا هو الجواب ديالي. وعقلت انا حيت كنت تحت في نفس هذا الموقف هذا، دونك الدراري صحابي اللي كاري معاهم، دونك حنا كنا اربعه، دونك هذوما حيت هذوما لاكليك ديالي، حنا كنا اربعه. و ثلاثة الأصدقاء ديالي اختاروا إلا بقيت عاقل لوديت، أنت بالتلمو شي إيرليفنت، بقيت عاقل حتى على الشعب، لكن داروا لوديت، ثلاثة بهم داروا لوديت، وأنا كنت درت الفينونس. صافي بدا السيمستر، دازو ثلاث سيمانات، مشيت عند الإدارة، قلت لهم بغيت نرجع نختار ندير لوديت. علاش؟ إي باش نمشي عند نرجع نقرا مع صحابي. وهذا هو الكريتار، هذا بالنسبة لي هذا هو الكريتار، هذا واحد الكريتار مهم بزاف باش نختار باش اللي زعما نعتمد عليه باش نتخذ القرارات المهمه في الحياه ديالي. بحال مثلا فرضا عندي جوج اختيارات من جوج ديال الختامي، واحد الخدمه كنتخلص فيها مليون، واحد الخدمه نتخلص فيها مليون ونص، نخدمه نخسر، نختار الخدمه اللي ساكن فيها اللي خدام فيها احسن صاحبي، نختار الخدمه اللي مانجر فيها هو صاحبي. ولا علاش؟ حيت مثلا فرضا مثلا اختاريت الخدمه مثلا اللي نتخلص فيها بزاف، ولكن تحت مثلا في انفيرونمون توكسيك، مثلا واحد الشخص واحد في ذاك الانفيرونمون الخدمه اللي كان توكسيك، غادي يحرم عليا الخدمه ديالي، وغادي كيفاه يحرم عليا الثلث ديال الحياه ديالي، حيت كندوزو تقريبا الثلث ديال الحياه ديالنا في الخدمه. انا هذاك كريتير مهم بزاف، وما كنعطيوش بزاف الاهميه. الوغ مثلا فرضنا خدام مع صاحبي، فرضنا مع اعز الصديق ديالي، غادي نمشي للخدمه بحال اصلا غادي نمشي نتلاقى مع صاحبي، دونك ما غاديش اصلا غادي ندير فيها الثقه، يدير فيها الثقه مثلا شي نهار خاصني ما نقدرش نكمل الخدمه ديالي، غادي يكملها ليا. فرضا مثلا هذاك صاحبي مشى للخدمه وسبقني مثلا بعامين، ومشيت لقيتو هو المانجر ديالي، دونك تخيل المانجر ديالك هو اعز صاحبك، ما بقاش يكون واحد الانفيرونمون اللي زوين بزاف. وهذه القضيه هذه حيت مؤخرا كنركز بزاف على الكوتي فينونسي، زعما شنو خدمه نتخلص فيها بزاف، شنو هي الخدمه اللي عطات بلوس دوبورتينيتي. ولكن الكريتير سوسيال مهم بالنسبه لي اهم اكثر. فرضا مثلا عندي خدمه، ولا مثلا عندي اختيار خاصني جوج ديال خدامي، وكل خدمه مثلا في مدينه مختلفه، الى خدمه نختار المدينه، نختار الخدمه اللي كاينه في المدينه فين ساكن الاخ ديالي، ولا فين ساكن الكوزان ديالي، ولا فين ساكن العائله ديالي. دونك هذا بحال هادو هما الكريتير اللي ما كنعطيهمش اهميه بزاف، ولكن اللي مهمين بزاف، واللي بالنسبه لي مهم اكثر من الكوتي فينونسي. كما قلت راه يوسف في انه تختار مثلا تكون واحد الخدمه اللي فيها مثلا واحد انفيرونمون توكسيك، كاع داك السالير ديالك، كاع داك الكوتي فينونسي غادي ما فيه حتى شي حاجه الا كنتي خدام في واحد الانفيرونمون اللي ما مرتاحش فيه. على قولهم انت كنتي في واحد الانفيرونمون اللي وقلتي خدك كتمشي كتلاقى مع صحابك، راك اصلا راك يمشي تقريبا النهار كامل، واصلا واحد واحد اخرى مهمه بزاف هي مثلا تكون ما ديرش مثلا ما تخدمش مع العائله ديالكم، ولا ما ديرش البيزنس مع العائله ديالك. هذا حتى هي واحد ميسكامبشن، هذه واحد الايديا اللي خطيره، الايديا اللي خطيره. علاش؟ حيت فرضا مثلا خدينا شفنا مثلا الدول اللي ناجحين بزاف في البيزنس، مثلا الالمان واحد الدوله اللي اندستريال، واحد الدوله اللي فيها واحد الشركات اللي حيت الامد الحياه ديالهم كبير بزاف، تواصل من الشركات اللي بلي بيرفورمونت هما الالمان. الالمان باش معروفه فاميلي بيزنسز، واحد العائله، دونك البيزنس اللي خدامين فيهم العائله،
دونك دونك هذا الشيء دونك لحد الان كاين بزاف ديال الشركات اللي ماشي برايفت دونك ماشي كوتي اون بورس اللي مازالين كيدوزوا من عائله لعائله حيت اغلبيه ديال العائلات افراد العائله كيديروا الثقه في بعضياتهم والثقه واحد الفاكتور اللي مهم بزاف في البيزنس ما في الدوم الفينونسي دونك القضيه ديال اللي خصك دير تخدم مع عائلتك غادي تخسر علاقه داكشي لا ما غادي يخسر العلاقه يخدمتي مع عائلتك اصلا كانت العلاقه خاسره اما الا كانت مثلا علاقه مزيانه مع مثلا مع عائلتك ولا مع صحابك غادي تزيد ترونفورسي هذاك لو ليان سوسيال علاش حيت غادي بلوس دو بوين اون كومون دونك غايز هذه كانت الفيديو كنت كنتمشى قاعد مشيت نصبوح انا كنتمشى حيت فريمون واحد الفيلاج زوين كنصح به ابينزيل دونك كما قلت حدا زوريخ دونك غايز ما نطولش عليكم الى باي ذا واي الى لقيتي شي الفائده في هذه الفيديو هذه بارطاجيها مع واحد الشخص و جايز سي يو